أستاذ محمد من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد. ازيك يا مولانا؟ كل سنة نعمة. طيب. نعمة وفضل الحمد لله. الله يعزك يا مولانا. هو في سؤالين حضرتك بس. تفضل أستاذ محمد. جزاك الله خير. كان في مشكلة حصلت مع زوجة أخويا، إن هي كلمت حد وكده. فجينا احنا عرفنا يعني وكده، فابتغاء مرضات الله يعني عشان جوزها ما عرفش وتحصل مشكله وخراب البيوت، احنا سكتنا وهي توعدت يعني بينا وبين ربنا ان هي ما فيش حاجه تحصل من الكلام دوت وكده. ف يعني انا طلعت مني الكلام مش عارف يعني هذا قطع مني او حاجه، فقلت لاخويا يعني خلي بالك على بيتك وكده. يجي بعد كده هو قلت لاخوك يعني ايه؟ زعل مننا و معلش معلش يا سيد محمد، انت قلت لاخوك ايه؟ خلي دير بالك على بيتك، يعني خلي بالك على بيتك. اه بالظبط. فهو بيقول لي بعد كده هو بيتحاسبن فينا بقى، ويقول ان انتوا اللي قلتوا الكلام دوت وكده، والحاجه الثانيه ان احنا خوفنا يعني على خراب البيوت، والحاجه الثانيه تجديل لوالدها ان راجل كبير وراجل محترم، ف وهي قالت يعني ان انا اخطات ومش هيحصل الكلام ده ثاني وكده. طيب كانت مكالمه كانت مكالمه تليفونيه. السؤال التاني، هل كده يعني احنا اذنبنا او احنا شاركنا في حاجه خطا يعني؟ طيب اجاوبك على السؤال ده. في سؤال تاني حضرتك قلت سؤال تاني، فين السؤال التاني؟ التاني حضرتك احنا تمام. حضرتك معلش يا سيد محمد بس، وان كان ده كنت لازم اقول لك من اول اتصال، ممكن حضرتك توطي التلفزيون شويه وتسمعني من التليفون لو تكرمت عليا؟ تمام حضرتك. والدتي يعني ان احنا الكبار متوظفين وفي اثنين من اخواتي مش متوظفين، فهي عايزه ان احنا نسيب حقنا في البيت، فاحنا مش رافضين القصه ديت، بس هل احنا كده هنبقى خالفنا شرع ربنا؟ طيب يعني انتوا عندكم يعني انتوا عندكم ميراث من خلاص يعني دي ربنا مش مشكله، يعني انت عندكم ميراث من والدكم، فهي عايزاكم تسيبوا نصيبكم من ميراث والدكم في البيت عشان يفضل البيت موجود وما يتباعش، ولا هي كمان يحصل لها اي مشكله، صح كده؟ لا هو ما فيش مشكله، هي عايزانا احنا نسيب لاخواتنا الصغيرين عشان هم مش موظفين. طيب خلاص انا هجاوب على حضرتك على السؤالين يا استاذ محمد. السؤال الاولاني يا استاذ محمد، بالعكس انتوا عملتوا عمل صالح وان شاء الله ربنا يكتب لكم في ميزان حسناتكم، ومن ستر مسلما ستراه في الدنيا ستراه الله يوم القيامه. بس انا الطريقة اللي انت قلت بيها الكلام ده لأخوك، خلي بالك هتخليني أقلق، ان اخوك لو ضغط عليك وقال لك شوية كلام ممكن يضايقك، انت ممكن تقول الحكاية، لو قلت الحكاية يبقى حرام عليك، خلي بالك، يبقى انت واجب عليك الستر، وخاصة احنا بنتكلم على انها كانت مكالمة، فواجب عليك الستر. وحسكم عنكم، انا بقول لكم اهو، ان انتوا تتعاملوا معاها على ان هي معاملة الزناة، انتوا ما حصلش الكلام ده، يعني انت شعوريا وقلبيا مش من حقك تعمل كده. هي اخطأت عملت خطأ، بس الخطأ ده لا يعني ان احنا نذلها، لكن هي خطأ وتتوب الى الله وناخد عليها العهود ان هي ما تكررش ده مرة تانية. بس مش معنى كده ان زوجها يلاحظ ان انتوا بتعاملوها كأنها شخص ملوث، خلي بالكم عشان بس ايه نتقي الله، لان رسول الله قال لهم ايه؟ لقد تابت، ده كمان في الزنا مش في ان واحد حد، لا ده في الزنا بقى في الحاجه الكبيره، لقد تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه او على 70 من اهل المدينه لكفته، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه مساله والدتك، لا انت مش ما يجبش عليكم ان انتوا تسمعوا الكلام ده، لان بر الوالدين بيكون فيما يخصهم لا فيما يخصكم. يعني ايه؟ يعني ملككم لهذا المال ده من حقكم ان انتوا تتصرفوا فيه، ومش واجب عليكم ان انتوا تتنازلوا عليه لاخواتكم الصغيرين، الا اذا كان عندكم ساعه فبتعملوا الكلام ده من قبيل تاليف القلوب ومن قبيل التصدق، لكن لو واحد محتاج للفلوس دي او غير محتاج ده ملككم تتصرفوا فيه كيفما شئتم، فاذا ما عملتوش ده لا تكونوا آثمين.